سيارة 3D وهي حتكون مع أخونا محمد سعد من سويسرا على سكايب. وفي المحور الثالث حيكون عنا السوق الشعبي والقروض الصغيرة، حتكون بفترة بعد الظهر في عنا محاضرة من أخونا عبد ربي بن صحراء، هو من مجموعة من قطر الخيرية. وفي الأخير حيكون عنا ساعتين للنقاش. نحن إن شاء الله حنحاول إنه تكون في بعد هاي الورشة ورشة ثانية مكملة أو أوسع. أترك الكلام للدكتور هاني حتى ما أطول أكثر. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا شكرا إن أنتم جيتوا في وقت بسيط. الورشة النهاردة هي تحدي، تحدي يعني تحدي. احنا مش جايين عشان نجمع تبرعات، احنا جايين عشان نضع رؤية لمستقبل العمل الاجتماعي في اي منطقة فيها صراعات بعد الصراعات ما تنتهي، فيها مشاكل كتيرة جدا. فاحنا عايزين نركز في الموضوع ده على ازاي نبني اقتصاد المجتمع من خلال بناء اقتصاد الفرد نفسه. ان الاقتصاد في نظري انا هو قدرة الفرد على الانتاج، قدرة الفرد على الانتاج. انا بتوظف في حكومة معينة وباخد راتب وقدرتي على الانتاج ساعة في اليوم، فمش ممكن الاقتصاد حيبني بساعة من 8 ساعات. فالاقتصاد انتماء، اقتصاد ولاء، الاقتصاد انتاج الى اخره. فالمشاريع البسيطة دي كلها اللي احنا بنتكلم عنها دي لغير مكلفة، اللي هي ممكن تتنفذ في وقت لسه الحكومة تكون ما استقرتش فيها. وعدم استقرار اي حكومه في اي مكان معناه انه ممكن يكون في فساد اذا كانت الاموال طائله وجت للمكان ده. مش معنى كده ان الانسان البشر دول فسده، لكن لان مفيش انظمه، مفيش سياسات، مفيش متابعات، مفيش رقابه، خاصه في مجتمعات ما بعد الحروب. فلذلك انا من الناس اللي ضد المليارات اللي تيجي تسكب على مجتمع هش وعلى حكومات ضعيفه لسه ما بنتش الكوادر بتاعتها وعلى مجتمعات ما فيهاش مؤسسات مجتمع مدني قويه. فلذلك احنا بنتكلم عن فتره ما بعد، يمكن مثلا في العراق ممكن تنفع الموضوع ده، في اليمن في بعض الاجزاء تنفع، في سوريا ان شاء الله قريبا تنفع، ان احنا نبدا بالشيء اللي ممكن كل فرد في الاسره يستطيع ان يكون منتج علشان يكون سوق مجتمعي، يعمل مزرعه مجتمعيه، يعمل تعليم تقليدي او غير تقليدي الى اخره الى اخره. فالاصل في الموضوع هنا ان احنا ننظر برؤية. يمكن اخونا دكتور حسان اتكلم عن لقاء اخر، ان احنا نضع رؤية ونقول فيها للمانح ده هذا ما نريد، هذا ما نريد. يعني كان في تحدي امبارح، كنت انا مع بعض الجمعيات من العراق، كان في ورشة عمل هنا وكنت بتكلم معاهم على حكاية حتى سلة رمضان الغذائية افطار الصائم لابد نغيرها، نقولها نعملها بتسمية اخرى. يعني احنا مثلا في الاغاثه الاسلاميه من 20 سنه ما قلناش اطعام الصائم او افطار الصائم، قلنا اطعام الجائع عشان نخرج من شهر رمضان للسنه كلها. كنا زمان بنعمل وجبه سخنه، بطلنا نعملها لان مكلفه جدا ومتعبه في التنظيم الى اخره الى اخره. فلابد نقول للمتبرع ده حتى في سله رمضان ناخد جزء منها مثلا لاطعام الجائع، او يكون في نقول له في هذا الشهر اعطينا شيء بالاضافه لسله رمضان عشان ننمي بيه المجتمع. لان التنميه ما بتوصلناش فيها فلوس خالص على الاطلاق. وانا متخيل ان كل الجمعيات اللي موجوده هنا هو هيجي شهر رمضان هيحملوا باطنان وعشرات الاطنان من الاكل اللي ثلاث ارباعها هيتباع في السوق. وانتوا كل دول قلتوا كده، انا بقول الكلام ده ليه على الناس؟ عشان المتبرع يفهم ان احنا كسوريين مش عايزين اكل دلوقتي، عايزين نبني لنفسنا شيء ونعيش بكرامه. الكسب هو جزء من صناعة الكرامة بتاعت الإنسان. كسب، تكون المرأة قادرة على الكسب، الرجل قادر على الكسب، الابن قادر على الكسب إلى آخره. فالهدف النهاردة أن نضع تصور لرؤية إحنا نحاول نحققها مع استقرار السلام في سوريا أو في اليمن أو في العراق أو في أي مكان من ده، من خلال المشاريع اللي تجعلك أنت كرب بيت منتجة. أنا كشاب منتج، فيجي لي واحد يعمل السوق المجتمعي، واحد يعمل مزرعة مجتمعية، أي شيء تاني تعمل، بحيث اننا نستطيع اننا ندير الاقتصاد في المجتمع بتاعنا من خلال الفرد ومن خلال الاسره ومن خلال كل واحد فيكم يستطيع ان هو ينتج باذن الله سبحانه وتعالى. فالنهارده
كلامنا على كيف نضع رؤية وكيف نضع تصور لكي نقول للمانح هذا ما نريد. وجزاكم الله خير، انت في 7 سنين او 8 سنين اللي فاتوا اعطتنا ما تريد، الان علينا ان نقول لك ما نريد وان تسمع لنا. لان انا كان عندي كده معادله بس مش عملها لكم، اكتبوا لها للعراقيين امس، اسمها ايه بالانجليزي كده، اسمها انجليزي، حد اتكلم بالانجليزي؟ خلاص اتفضل. طيب افتح شد البتاع ده. فات كس، الفات اللي هو الدهن، والكس هي القبلة اللي هي بالعربي بنقول عليها ايه، جارية بخي يا سيدي كلف. تقول معانا بالسوري انت ولا بالعراقي؟ ها يا زنون الذهب مقدما الرب، بتقول ايه انت؟ عندكش انت لسه ما اتجوزتش انت؟ ها انت متجوز وبتضحك؟ والمتجوزين الرجاله بيضحكوا؟ والله ما بيضحكوش في البيت الفات ده اللي هو الفاندنج اللي هو التمويل، والادفوكاسي اللي المناصره، باين التريننج ده التدريب. احنا بنقول ان العلاقه ما بين المؤسسات المانحه والمؤسسات الوطنيه اللي على الارض في المجتمع ده دور المؤسسات المانحه، المانح اللي هو يديني التمويل ويمرني ويدافع عني. انا بقى دوري ايه بقى؟ انا الجاريه، ما انا الجاريه اللي حد لي ايه؟ حد لي قبله هنا دلوقتي، انا هقبل ده. الكيس اللي هو ايه؟ نوليدج، اللي هي المعلومات. بعدين انوفيشن هو الايه، زي اخونا اللي جايب بتاع التوك توك، انت بتوع التوك توك انتوا؟ دمبر. طب دمبر يا عم. ابداع. وبعدين سستينابل اللي هي استدامة. بعدين اس تانية سوليوشن. احنا بنقول المنح ايه؟ وده حاجة حقيقية. انت معاك فلوس؟ انا معايا فكر. انت معاك فلوس؟ انا معايا قدرة. انا معايا معلومة. احنا متساويين. حذاري وانا اقولها 50,000 مرة اننا نوت كده للمتبرع ونقول له يا سيدي لا، انت عندك وانا عندي. خلاص بقى تعبنا. تعبنا من هو يعني المعلومة دي هيجيبها منين؟ انا عايز 1,000,000 صح؟ من غير المعلومة دي ومن غير الابداع بتاع الحاجة المجتمعية ده ولا 1,000,000 يسوي شيء. ولا 1,000,000 يسوي شيء، خليه عندك في البنك. فلذلك لما نتكلم دلوقتي هنتكلم على نقطة محورية فاصلة في العمل الإنساني في العالم العربي. خلاص بقى. يعني اتنفخنا أكل وشرب وكذا 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 وكذا، نخرج بقى من المنظومة دي كلها. وأنا وأنت متساويين. لا جاري يا بوخي يا سيدي إيه؟ كلف. ها السوريين بيقولوا إيه؟ أنت بتقول إيه؟ بس باللهجة السورية. يا جاري يا سيدي كلف. والله؟ طب يا أخوان. المهم طب نرجع بس للموضوع ان احنا عايزين ندع رؤيه، وانتوا راح تضعوا الرؤيه علشان نقول المتبرع والله احنا عندنا 10 او 20 او 30 مجمعيه بيقولوا ايه، بيقولوا ده اللي عايزينه، هذا ما نريد. لان احنا اصحاب القضيه، احنا اصحاب الحاجه، احنا اصحاب الابداع كمان، واحنا عندنا المعلومه وعندنا كل الاشياء دي كلها. خلاص يا شباب، فالنهارده مش علشان اي شيء الا اننا نضع تصور لرؤيه في المستقبل. ها انت ما هتحطي حل، مش انت على ماس، انت في ادلب ولا في دير الزور ولا في كذا، انت اكتر واحده قادره على ان تضع الحل الابداعي المستدام. انا جاي من بره عندي نظريات، هقعد مخمخ والف واقول كلام حلو جدا، واصحى من النوم واقول انا عايز اعمل المشروع ده، المشروع ده ما ينفعش. كنت كان بقى مع العراقيين فبيقول لا احنا عملنا كذا، فتجزاكم الله خير، اقلب الصفحه. طالما انت عملت لو في توزيع الاكل على الناس والكروت وايام الصراعات
او عدم قدره اللي هم الناس على انهم يخرجوا المنطقه عشان يطلعوا وسيله انهم يضمنوا ان الاكل اللي بتوزع ده وصل لمستحقيه. ففي منطقه زي في الموصل كان متقسمه الاحياء وحواري عشان توزن المجموعه دي هنا لا أو يعني كان مشكله. واخد بال حضرتك؟ فهم الابداع ما جاي ما يجيش مني انا، الابداع هيجي منك انت. فلو انت مبدعه وعندك المعلومه انت اللي هتعملي الحل المستدام. ولابد نقول للمانح ان الحل المستدام عندي على الارض هنا. ودي احد توصيات الامم المتحده في المؤتمر بتاع القمه بتاع سنه 2016 اللي انتم بتسموه لوكاليزيشن او اللي هو التوطين او المؤسسات الوطنيه. انا مش هطول عشان مين اللي هيبدا؟ دنون. انت بقى تمسك الجلسه من دلوقتي. تفضلي. هاني البنا نمبر 2. صوتي عالي ما بدي ما. لا خدي بس الميكروفون ده عشان التلفزيون. السلام عليكم، أنا أيوب ذنوم مدينة الموصل. وبالتحديد من المدينة القديمة في الموصل. الموصل عبارة عن جانبين، جانب أيسر وجانب أيمن. تعداد أكثر من 2 مليون وما يقارب وصل إلى 3 مليون نسمة. كلكم كنتم تعرفون هو تعرض مدينة الموصل لاحتلال داعش يوم 10 حزيران 2014. استمر الاحتلال داعش لما يقارب 3 سنوات إلى أن بدأت عمليات تحرير مدينة الموصل من قبل القوات العراقية والتحالف الدولي. بدأت المعارك معارك تحرير مدينة الموصل من الجانب الأيسر كونه أكثر مساحة مفتوحة للسيارات والعجلات العسكرية، عبارة عن أحياء سكنية حديثة الشوارع مالها عريضة وقربها من إقليم كردستان اللي ما وصلوا داعش. الجهة اليمنى هي مطلة على جزيرة كبيرة من محافظة نينوى امتدادة إلى سوريا. فكانت العمليات العسكرية بدأت من الجانب الأيسر، يعني استمرت ما يقارب الشهرين عمليات تحرير الجانب الأيسر من المدينة، وانتهت على ضفاف نهر دجلة اللي يفصل جانبي المدينة. انتهت معركة الجانب الأيسر بتدمير ما يقارب 5 مستشفيات، دمرت 5 جسور الواصلة بين جانبي المدينة،
أصبحت الحركة معدومة بين الجانبين. داعش تحصن في الجانب الأيمن من المدينة، كانت الطلعات الجوية والمعارك يعني دامية، حتى والسيارات المفخخة من قبل داعش كانت تفجر بين الأحياء بين الأزقة. بدأت توقفت العمليات تقريبا 20 يوم أو أكثر. كان مفترض أن الخطة تبدأ يعني يعبرون من الجانب الأيسر على الجانب الأيمن، لكن لسبب ما تحولت الخطة من الجنوب باتجاه المدينة، مدينة الموصل، من القيارة وباتجاه مدينة الموصل. فبدأت من هنا من الجانب الأيسر محاصرة المدينة على نهر دجلة، ومن الجانب الثاني بدأت القوات العسكرية تتقدم. كان من المفترض أنه من الجنوب تأتي القوات العسكرية ويسمحوا بخروج داعش من جهة الغرب باتجاه الجزيرة، ومن ثم يتم القضاء عليهم هناك. الجزيرة هي باتجاه سوريا، لكن لسبب ما تحولت الخطة والتف الحشد الشعبي والقوات العسكرية العراقية من الجانب الغربي، فأصبحت المدينة مدينة الموصل محاصرة بشكل كامل، لا يوجد أي منفذ لداعش. بهذه الحركة أصبح داعش أكثر إجراماً، أكثر يعني قتلاً للمدنيين، أصبح يتخذ من المدنيين دروع بشرية. فكانت المعركة قاسية، أنا كنت في المدينة القديمة بالجانب الأيمن. بعد تحركت القوات العسكرية إلى تحرير مدينة الموصل، تحرر المطار، تحررت الأحياء المحيطة، امتداداً إلى وسط المدينة اللي هي المدينة القديمة اللي يتجاوز عمرها 3000 سنة أو أكثر، يقولون 4000 سنة، المدينة القديمة في الموصل اللي هي بيها منارة الحدباء، اللي يمكن تعرفوها منارة الحدباء اللي بناها نور الدين زنكي قبل 900 سنة، ما يقارب 900 سنة. هذا الجامع، جامع النوري، اللي يعلم منه أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الخلافة، خلافتهم المزعومة. فكان له رمزية كبيرة من قبل داعش، وسواء من قبل القوات العسكرية العراقية، حتى بمجرد إعلان تحرير جامع النوري اعتبار سقطت خلافة داعش. فكان داعش متحصن جدا في المدينة القديمة، إضافة إلى ضيق الأزقة الضيقة في هذه المدينة. يمكن هذه مقدمة يعني بعيدة عن هذا، لكن حتى تعرفون الصورة. فتعرضت المدينة القديمة في الموصل إلى دمار أكثر من يعني يمكن وصل إلى 70% دمار المنازل والأزقة. هذه الأزقة الضيقة اللي قد يصل أحدها إلى نصف متر، تدخل في زقاق يوجد فيه بيتين، لا يجاز نفر واحد فقط يفوت، ما يقدر نفرين. فانتهت هذه العمليات العسكرية بإسقاط منارة الحدباء اللي هي رمز المدينة. داعش تقول أن القوات يعني قصفت المنارة، والقوات العسكرية والتحالف يقولون أن داعش دمر الجامع. يعني الأخبار متضاربة، لكن بالتالي هي فقدت الموصل أكبر رمز لها، امتد على مدار ما يقارب 900 سنة. خسرت كثير من البنى التحتية، 9 مستشفيات في الجانبين، 5 جسور، خسرت المدينة، آلاف ما يقارب 40,000 شهيد سقطوا في مدينة الموصل، وإضافة إلى دمار المنازل وإلى ما هنالك. بعد تحرير مدينة الموصل أنا يعني حصرت في المدينة القديمة على ما يقارب 3 أشهر، نفذ خلالها الغذاء، الدواء، ناس ماتت من الجوع، ناس ماتت من العطش، يعني أشياء لا يمكن أن توصف، لكن نحن ليس في هذا المقال. مع انتهاء عمليات تحرير مدينة الموصل أو قبل انتهاء عمليات التحرير، مع بداية العمليات العسكرية، انطلقت كثير من الشباب والفرق التطوعية بمبادرات متنوعة بأكثر من مجال، ابتداء بحملات إعلامية لتضليل إعلام داعش ومساعدة القوات العسكرية. كان فريق شباب، خلية شباب نينوى، بإعطاء القوات العسكرية المعلومات الاستخبارية وإلى ما هنالك. بعدها بعض مرافقة القوات العسكرية وإسعاف المدنيين الذين يخرجون مصابين، فكان هناك فرق تطوعية تعمل بهذا الجانب مرافقة القوات العسكرية. بعد أن تحرر الجانب الأيسر
بين تحرير جانب الأيسر اللي هو انتهى يوم بداية 2017 شهر الواحد إلى نهاية المعركة في شهر السادس. استمرت الجانب الأيمن 5 أشهر والمدينة القديمة في بوحدها نحن تقريبا 100 يوم نحن محاصرين في المدينة القديمة. بعد ما انتهى تحرير الجانب الأيسر مباشرة انطلقت فرق تطوعية أخرى مثل فريق خلوها أجمل وفريق تطوع معنا وفرق أخرى لتنظيف الشوارع وتأهيل مثلا المدارس من خلال التنظيف والصبغ وتأهيل ما تبقى من المستشفيات الجانب الأيسر، إضافة إلى مبادرات التغذية مثل ما قال الأستاذ إطعام الجائع وإلى ما هنالك. بعد ما انتهى الجانب الأيسر كان يجلى اللاجئين من الجانب الأيمن، أي منطقة كانت تحرر من قبل القوات العسكرية تخلى تماما، لا يبقى يعني خلينا نقول 98% تخلى من أهلها حتى تكون نظيفة، وبالتالي المعارك يجوز قد تستمر ويجوز داعش يرجع عليها. فكان الفرق تقف على النهر دجلة أو من الجنوب تنتظر الناس اللي يخرجون وتقدم لهم الغذاء، لأن يعني كانوا يخرجون شاحبين قد فقدوا السوائل كثير. أنا أعمل في المجال الطبي، فكان بيتنا يعني أشبه بمستشفى ميداني، كنت أعالج به باليوم 20 أو 30 وقد وصل إلى 50 مريض في اليوم. كان الناس بحاجة إلى أبسط الأشياء اللي ممكن تقدم لها، هي حتى شربة الماء فقدناها، الماء الصالح للشرب فقد في المدينة القديمة. كان الناس تطلع يعني نستخدم ماء الآبار، وبعض الناس كانت تذهب إلى نهر دجلة وتأتي بالماء، ويباع الجليكان 20 لتر ب$10 وهو غير صالح للشرب. كانت الفرق التطوعية تنتظر الناس وتقدم لهم هذه المعونات. بعد انتهاء تحرير مدينة الموصل وخروج الدمار الكبير للمدينة القديمة، استمر الأعمال التطوعية والفرق التطوعية في المدينة بعدة مجالات، مثل ما قلت لكم ترميم أو تنظيف المدارس أو تأهيل بعض المراكز الصحية، طبعا بأشياء بسيطة جدا، يعني مجرد تنظيف وصبغ هذا اللي يقدرون عليه الشباب، بالتعاون مع الجهات الحكومية اللي مقصرة إلى اليوم يعني بإسعاف مدينة الموصل. بقت المدينة القديمة واللي نحن نزحنا عنها، المدينة القديمة اللي جاوز تقريبا عدد سكانها 100,000 ساكن، كلهم أخرجوا مثل ما قلت لكم 100%، لم يبقى أي شخص. على مدار 7 أشهر نحن ممنوعين من الدخول إلى المدينة القديمة لعدة أسباب، الدمار الكبير اللي تعرضت للمنطقة، وإضافة إلى وجود المخلفات الحربية. على مدار أشهر كانت هناك فرق تدخل لإزالة الألغام، لكن الدمار والمخلفات كبيرة جدا لا يمكن أن توصف. 7 أشهر من بعد إعلان العبادي تحرير مدينة الموصل في تموز 2017 إلى شهر الواحد أو نهاية 2017 سمح لنا بالدخول إلى المدينة القديمة، فرجعنا إلى بيوتنا. يعني ما ممكن العيش في هذه المنطقة. أكبر المتفائلين قال نحن بعد 3 سنوات أو 4 ما نعود إلى هذه المنطقة. بعد الحكومة لم تتدخل إلى الآن بهذه المكان. كان هناك بعض التحركات حتى نكون منصفين من قبل بعض السياسيين أو الحكومة لحملات تنظيف لمدة 2 أو 3 يجي، يعني خلينا نقول هي دعاية أو ما دعاية، المهم هو يجي يرفع أنقاض ويخرج لمدة 3 أيام أو 4، أكثر يمكن حملة طولت أسبوع، لكن يعني ما يبين الدمار والمخلفات الحربية والركام قدر بملايين الأطنان في المدينة القديمة. فكمبادرة إضافة إلى المبادرات التطوعية الأخرى، تشاورت مع الفرق التطوعية وقادة الفرق في المدينة أصدقائهم تقريبا كلهم، قلت لهم ما رأيكم بفكرة يعني مبادرة لرفع الأنقاض من المدينة القديمة؟ كان هناك تحفظ كبير أنه نحن نخاف يعني ممكن تظهر مخلفات حربية، فيعني واللي وافق على المبادرة قال لقينا مكان أمينة يعني حتى ندخل ونرفع الأنقاض. فقلت لهم يعني ممكن نبدأ في منطقتنا، هي منطقة المشاهدة، أكو هناك يعني مناطق، ونحاول يعني نختار الأماكن اللي ممكن ما بها مخلفات حربية ولو هي يعني ما تبين.
لكن كانت مجازفة، وكان يعني على مدار أشهر الناس يعني نازحين ولا يملكون قوت يومهم، اللي خرجوا مجرد ملابسهم، خرجوا من منازلهم، حتى إذا كانوا اللي بالمخيمات خلينا نقول كان تأتي بعض المساعدات، اللي سكنوا في الجانب الأيسر إيجارات غالية تجاوزت $400 في الشهر، وهذا رقم كبير عندنا بالموصل يعني قياسا بالجانب الأيمن اللي والمنطقة القديمة اللي أهله يعني خلينا نقول من البسطة والكسباء اللي كانوا أغلبهم يعملون في المدينة القديمة اللي هي تحتوي على الأسواق القديمة اللي المحلات وكذا. يعني كان هناك ناس تريد ترجع لكن ما تستطيع. أول شيء أول يعني عائق هو الركام أو الأنقاض، فبعض الفرق وافقت قالوا يلا ممكن نبدأ. فبعدها يعني جاني قبل ما أعلن عن المبادرة كان عندي $800 من قبل أهالي أو الأصدقاء تبرعوا بها والأهل، فكتبت بوست على الفيسبوك، ما أعرف إذا ممكن يطلعنا هو أستاذ ليجوا بعد. كتبت بوست على الفيسبوك، على صفحتي على الفيسبوك، كتبت ما رأيكم لو نطلق حملة كبرى لرفع الأنقاض. طبعا هاي القبور كانت ماكو مكان يعني ندفن بها الموتى أو ما نستطيع نخرج على المقابر، فكنا ندفن الأحياء أو الميتين العفو قرب المنازل يعني حتى بحدائق المنازل في المدينة القديمة. هذا البوست اللي كتبته، ما رأيكم لو نطلق حملة كبرى لرفع الأنقاض من المدينة القديمة في الموصل بعنوان أرفع الأنقاض ب2500 دينار عراقي. ليش 2500 دينار عراقي أو هو $2؟ هذه الآلة اللي هي الدمبر، نحن نسميها الدمبر في المدينة القديمة أو في الموصل، تستخدم في الأزقة الضيقة، يعني تستطيع أن تدخل، وكانت نحن نستخدمها في المواد الإنشائية البناء ورفع الأنقاض. فبعد مشاورة الأصدقاء قال واحد من الأصدقاء يعني واتفقنا على هذا العنوان ارفع الأنقاض ب2500، يعني حتى تكون شوية لافتة والناس البسيطة والغني والفقير ممكن يشارك، لتكون أضخم حملة لرفع الأنقاض. قلت لهم خلي تبدأ بثلاثة أيام، إذا جمعنا من ثلاثة أيام ونشوف يعني بعدها شون. فمباشرة بعد ما نزلت البوست شاركوا كثير، بس أروى شوية نزلت، شاركوا كثير من الأصدقاء والمدونين على وصفحات المصلاوية في المدينة، الصديق والفرقة التطوعية والفرقة التطوعية هناك حملة ما رأيكم اللي شارك. فمباشرة يمكن بالساعة 10 بالليل نزلته، مباشرة كانت تجي الاتصالات كيف ممكن نشارك، نحن نريد نتبرع، نريد نجي معاك كمتطوعين. يعني حقيقة لاقينا إعجاب بساعات قليلة، باليوم الثاني مباشرة بلشنا بالحملة بعد ما كان هذا الاندفاع الكبير. وهذا الاندفاع كان يمكن لعدة أسباب، السبب الأول هو رمزية هذه المنطقة المدينة القديمة في الموصل، واللي هي اعتبار الأصل المدينة واللي خرج منها كثير من الكفاءات، وحتى يعني أغلب العوائل المصلية يرجع أصلها إلى هذه المنطقة. السبب الثاني الشيء اللي تعرضت له هذه المنطقة وأهلها على مدار أشهر من الحصار ولاقوا من الدمار والقتل والجرحى والجوع إلى ما هنالك، فكان الناس مجرد تريد تساعد بأي شيء، يعني كان يتصل اللي يريد يتبرع $5 واللي يتصل يتبرع $100 واللي يتصل يريد يشارك بالحملة ويجي كمتطوع. شوي يمكن تنزل شوي سال. فبلشنا في اليوم الثاني مباشرة، أجرنا 7 دنابر اللي هي هذه الآلة و20 أو 22 متطوع، ونزلنا في منطقة المشاهدة بالأزقة وبدينا نرفع الأنقاض. في اليوم الأول رفعنا ما يقارب 78 دنبر. اللي كان أكثر جذب للناس وللمتبرعين إنه أنا بمجرد ما خلصنا باليوم الأول شوية بعد الأستاذ البلد نعم الخطرة الوحدة أو السفرة يجي يرفع الأنقاض يخرجها خارج المدينة القديمة يأخذ $2 عليها. فهذا أول يوم بهذا الفرع بدينا،
هاي الأنقاض وهذا بعد رفع الأنقاض. فكانت هذه الصورة كانت جاذبة للمتبرعين ولمن يريد أن يشارك في الحملة، حتى المتبرع يعرف أنه فلوسه راحت، رغم أنه نحن ليس جمعية وليس مسجلة وإلى ما هنالك، لكن نوعا ما الأهالي والأصدقاء والأقارب، يعني أنا من عائلة نوعا ما معروفة في المدينة، كان بالبداية المقربين يتبرعون، لكن بعد ما الناس شافت هذه الصور وتناقلتها صفحات المصلاوية والأصدقاء اللي كانوا مشاركين معي، يعني طبعا أنا ما بحد أكيد، يعني كان هناك فريق كبير، أصدقاء بندر وأحمد حتى لا نبخس في حق أحد، وميسر كثير من هذول القادة الأربعة للحملة، ومن ثم المتطوعين اللي كانوا يأتون والفرق التطوعية، مجرد كانوا يشوفون أنا يوميا ننزل حصاد الخير بالليل، هذا ما اليوم رفعنا الأنقاض من المنطقة الفلانية، وعدد الدنابر أو الأمتار المكعبة اللي رفعناها من الأنقاض مثلا 100 دنبر أو 100 هذا، فيمكن تنزل شوية ثاني، كان هذا بعد حي المكاوي، بعض الأحيان كان الأنقاض تتجاوز 3 أمتار ارتفاع، والأزقة ضيقة، كنا نستأجر يعني أو يعني إما عمال أو المتطوعين نفسهم يهدون هذه الصبات اللي هي كونكريتية على مدار 2 أو 3، ومن ثم تدخل الدنابر لرفع الأنقاض. استمرينا على مدار ما يقارب 3 أشهر يوميا ننزل، بعد ما كانت 3 أيام يعني كان يفترض، الناس كانت تتصل حتى من خارج محافظة نينوى ومن بغداد، من أربيل، من حتى من خارج العراق، كون يعني السوشيال ميديا جعلت الناس قريبة من بعض، كانوا يتصلون هاي الدنابر، في أصبحت في بعض الأحيان نستأجر أكثر من 12 دنبر في اليوم، إضافة إلى تبرع، إذا زاد التبرعات أو بعض المتبرعين كان يقول أنا ما أريد أتبرع بدنبر، أريد أتبرع بشفر، فالشفر إيجاره أغلى 150,000 أي ما يقارب $100 أو $150 شفل وبعد نأجر معها السيارة أو القلاب، فالقلاب ما يقارب $100,000 يعني $70 باليوم، والشفر $150,000 أي $120 تقريبا بعد ما تزيد التبرعات، يعني إضافة إلى يمكن الصورة موجودة أو لا، مع انتشار الحملة وتوسع الحملة قلنا خلي تكون أكثر انضباطا يعني والأصدقاء، فقمنا بعمل وصل باسم ثورة الدنابر. بعد 5 أيام أو 6 أسبوع للحملة ظهر اسم جديد، اللي هو بعد ما كانت حملة رفع الأنقاض ظهر ثورة الدنابر لرفع الركام وإعادة الحياة للمدينة القديمة في الموصل. انتشرت هذه الهاشتاج في المدينة، وكل يوم كان ينزل حصاد الخير لثورة الدنابر، رفعنا كذا دنبر، وإضافة إلى استخدام الجديد للوصولات، جعلنا أكثر 3 أشخاص وصولات بها كربون، أنت من حتى لا يعني يستخدمها بعض الناس للسرقة وإلى ما هنالك في جوانب أخرى، فنزلنا الصورة من الوصل، ما أعرف يمكن الصورة موجودة أو لا، أنه أنت لا تتبرع إذا ما تستلم وصل من الأشخاص الفلانيين، كان هذا زاد من ثقة الناس والشفافية، إضافة إلى يعني هم كانوا يشوفون، إضافة إلى أنه نحن نعمل بث مباشر من مكانات اللي نرفع فيها الأنقاض، يعني كان استخدام الإعلام له دور كبير. أنا من الأشخاص اللي ما كنت أؤمن بتأثير السوشيال ميديا وبالواقع، كنا نوعا ما يائسين حقيقة بعد ما خرجنا من الحرب الطاحنة، ونحن تركنا انقطعنا عن العالم، حتى الموبايل أصبح اللي يخبر ممكن يعرض نفسه للقتل في إبان سيطرة داعش، فنوعا ما يعني تركنا هذه الوسائل ورجعنا إلى الراديو في حقبة داعش، وكنت أحدث نفسي شنو تأثير السوشيال ميديا، لكن بعد هذه الحملة وكثير من الحملات اللي بعدها استمرينا، بعد 3 أشهر قربت الانتخابات العراقية،
وتبدأ. فكان يعني نحن تعرضنا لكثير ضغوطات من قبل يعني سياسيين أو حتى الناس اللي يقولون أنه أنتم مدعومين من جهة سياسية أو وليش عاد تعملون هذا العمل. تعرضنا لانتقادات أنه ممكن تعرضون نفسكم للخطر. ظهرت في يوم من الأيام ظهر عبوة ناسفة، واحد من المتطوعين رفع العبوة وهو يحسب يعني لأن كان داعش تستخدم عبوات يعني صنعت بالأيدي يعني جليكان، فشالوا خلاه بالدنبر ودحقوا انه بوايرات وكذا وهذا. فقبل ركض ايوب ايوب انا اريد الدنبر مالي يابا، بس اصبر انت ايش عملت هذا. فكانت مجازفه اكبر من قبل، احنا رحنا بنشوف ايش الوضع في المكان، كان مجازفه من قبل واحد المتطوعين ايضا بانه شال العبوه وراح زته في زاويه من هذا. يعني كانت حقيقة هي مجازفات، لكن رب العالمين هو اللي حفظ وهو اللي سهل، إضافة إلى أنه النية الصادقة أو الخالصة كانت سبب بنجاح هذه الحملة. يمكن الحملة الوحيدة اللي بالموصل تجمع بها أكثر من 10 فرق تطوعية، شارك أكثر من 150 شاب متطوع حتى من خارج المدينة كانوا يجون يشاركون برفع الأنقاض بأيام متناوبة إلى أن اقتربت الانتخابات. ونحن شفنا قمنا نصل إلى مناطق منطقة يعني ارتفاع الأنقاض أكثر من 4 أمتار وكلها صبات، يعني نحن تكلفنا يعني مبالغ ومنطق عليها يعني طبعا بمبالغ بسيطة تم تنظيف أكثر من 10 مناطق في الموصل القديمة. إحنا الأحياء نحن نسميها أو سموها أزقة، مع في 10 مناطق هي المشاهدة والخراب وباب المسجد كثير الطوالب، كان كل واحد ماسك قاطع من حي أو حيين من الشباب وهو اللي أجر الدنابر، هو اللي أجر الشفر إذا ما أردنا نستخدم. كنا اللي كان مفرح أكثر وخلى الناس تبرع أكثر إنه بمجرد نحن ما كنا نرفع الأنقاض مثلا من هذا الحي، نحن كنا نرفع أنقاض وهذا صاحب البيت مباشرة جاء فات بيته ويحاول ينظف يحاول يرتب حتى يعود. هذا تقريبا جوه منارة الحدباء هذا البيت، يمكن الصورة ما تبين لأن من هاي الجهة المنارة منارة الحدباء. فبمجرد ما كنا نرفع الأنقاض الأهالي وال يعني حتى البسطاء كلهم فكانوا مباشرة يعودون لتنظيف المنازل واستعدادا للعودة، لكن لا يوجد كهرباء لا يوجد ماء، أبسط مقومات الحياة ما موجودة معدومة في المدينة القديمة. فأعلننا توقف الحملة مع بداية أو قرب الانتخابات كون حتى لا تكون قريبة من السياسة أو يعني يجون السياسيين. كان هناك اتصالات إنه حتى من قبل السياسيين إنه ممكن نحن نتبرع، فأنا كنت أقول لهم إنه نحن ما نأخذ من السياسيين، إذا تريد الساحة موجودة يعني أنت المدينة القديمة آلاف الكيلومترات، أنت ممكن تجي تجيب الآلات مالك يعني ترفع الأنقاض. فهم كانوا يريدون يعني يستخدمون الاسم بعد انتشاره وكذا، إضافة إلى تريد تتبرع تتبرع باسم بدون ذكر يعني اسمك أو ما تقول إنه السياسي الفلاني إنه يتبرع. فكنا بعيدين جدا عن إدخال السياسة أو السياسيين، لأن كان هناك ولي حد الآن شوك بين السياسيين والمواطنين في المدينة أو العراق بصورة عامة. هذا الشيء كان ايضا هو يعني مصدر جذب للناس انه انتم بعيدين عن السياسه. حتى بعض الاصدقاء اللي تعرفت عليهم خلال الحمله وبعد الحمله ذكروا لي انه ايوب كان الناس تنتظر بعد ان توقفون الحمله انه تعلنون نحن كنا مدعومين من الجهه الفلانيه او انتم راح نروج لانتخاب المرشح الفلاني. فبعد انتهاء الانتخابات ونحن ما ظهر انه نحن دعمنا احد او قلنا أن الفلاني كان داعمنا، هذا زاد من فخر الشباب اللي شاركوا بهذه الحملة وإضافة إلى أهالي المدينة. بدأت الناس تعود إلى المنطقة. كان التحدي اللي بعده هو كيف ممكن تضيف شيء إلى الأهالي، فبدينا بحفر الآبار. البير بالمدينة كان يكلف $1,000 يعني أكثر شيء $1,500، فكنا نعلن أنه وبدأت يعني بعد الحملة كان تسليط ضوء كبير جدا، وهذا هو يعني واحد من الأهداف اللي كنا نطمح له
يعني أنا على مدار 7 أشهر كنا نازحين في الجانب الأيسر، يعني كان نوعا ما يعني حزن بأنه نحن 7 أشهر وما حد يطالب بتنظيف المدينة القديمة أو عودة الأهالي أو كذا من قبل الجهات المعنية يعني. فكان هذا ثورة الدنابر أو حملة رفع الأنقاض كانت بسلط الضوء على المنطقة، وبدينا بحفر الآبار ومن ثم تقديم المساعدات الغذائية للأهالي اللي يعودون، ومن ثم انتقلنا إلى بعد أن الناس كانت تتبرع بشكل أكبر إلى إعلان أنه إعمار المنازل المتضررة جزئياً. يمكن أكو فيديو أستاذ إلى ممكن نشغله أو أستاذ خلص الوقت صح؟ هو يمكن راح أشغل فيديو مال. فبدينا بإعمار المنازل، ما أعرف إذا تريد الشغل بس لا أخرج من موجود الفلاش. فبدينا بإعمار المنازل المتضررة جزئيا اللي ممكن تكلف $2,000 أو يعني من $1,000 إلى $4,000 ممكن يعمر بيت مدمر جزئيا من بالهاونات أو القذائف، ومباشرة تعود بشرط إنه العائلة تعود إلى الله ما يبين لازم تكبر الأيقونات هاي صور آخر شيء يمكن كلا صور شو بلا؟ لا ما هذا هذا رواد العطالة بس اخرج اكو ثورة دنابر مكتوب عليها في واحدة فوق يمكن انت شفت مرينا عليها ما تكبر الايقونات؟ بس تكبر طبعا يمكن ما ظهرت الصور كان هناك اشخاص ما يطيقون يعني يساعدون بالحمله، امثال يمكن اذا تظهر الصور المصممين اللي مثلا حتى خارج العراق، فكان اصدقائنا المصممين يصممون بوسترات انه آلة الدنبر لرفع الانقاض ممكن تتبرع ب $2,500 او $2. الصور يمكن موجوده تنظيف هذه المناطق وعودة الأهالي. بعدنا في فكرة لرفع الأنقاض بأسعار الله. حتى يمكن أكو صورها ما ظهرت. كان أكو فرقة موسيقية أصدقائنا يعني يجون لتسليط الضوء بشكل آخر إنه يجون يعزفون قرب الدنابر، يعني صورناهم وحتى كان هناك تقرير عليهم. إضافة إلى قلت لكم المصممين اللي هم خارج المدينة، وكان واحد المصممين صمم يمكن بالملف الآخر مكتوب ثورة الدنابر وتفوت عليها فوق من البداية. وين الفيديو؟ هاي شوفها بس اشوفها. المهم انتقلنا الى جانب اخر هو حفر الابار ترميم المنازل.
وإلى الآن نحن مستمرين بترميم المنازل في المدينة القديمة، إضافة إلى تسليط الضوء على المنطقة. هناك عدة فرق تطوعية وهناك عدة منظمات وصلت إلى المدينة القديمة وتشتغل بالإعمار. وهاي صور ترميم المنازل، هاي قبل وبعد. أول هاي صور منا. هي هاي كله. هاي أولها. مش قبل وبعد الملف اللي فيه قبل وبعد. لا هاي كله، هاي صور منازل، هاي بعد قبل. ترميم قبل وبعد، هاي جوا بعد. طيب واحدة، أي واحدة منهم في الملف؟ هاي المنازل كنا نجي هم نفس الشيء، نرفع الأنقاض، بعدين إضافة إلى حاليا نعمل مع فريق تطوع معنا في الموصل ترميم هاي المنازل في المدينة القديمة، مثل ما تشوفون الطراز القديم اللي موجود بيها، ومع الحفاظ على طرازة المعماري، لأن حتى لحد الآن هناك منازل مدمرة ومكتوب عليها من قبل الآثار ممنوع الاقتراب، هاي تابعة للآثار. هاي الصور بعد قلب الفيديو. هاي فيديو، لا هذا أخرجه بعد. يمكن بس شغلة ما ذكرتوها، إنه وصلني رابط لمسابقة تطوعية، مسابقة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية في يمكن حزيران أو المهم، يعني يمكن لا بالتاسع، شهر التاسع العام الماضي. فيعني كانت عبارة عن مسابقة للأعمال التطوعية، حاولت إنه أسجل، بعدين شفت إنه يعني بها شروط، أول شيء رسمية، لازم عندك كتب رسمية وإلى ما هنالك، فما سجلت. بعدين جتني من قبل شخص آخر قال لي أيوه بسجل، يعني أستخسر. فسجلت بالمسابقة وكتبت بالحق اللي مطلوب منه أنه كتب رسمية خاصة بالفريق أو العمل. كتبت أنه نحن مجموعة من الشباب تجمعنا بشكل عفوي بدون كتب رسمية، وبعثت الرابط إلى المسابقة. بعد ما يقارب الشهر اتصلوا بي من البحرين، قالوا انه لازم تبعث لنا اي كتاب رسمي يثبت انه انتم اشتغلتم بهذه المنطقة. فخاطبت مديرية الشباب والرياضة اللي مسؤولة عن الفرق التطوعية ومؤسسات، واعطونا كتب وارسلتوها للمسابقة. والحمد لله بعد جاني اتصال قال لي تأهل مبادرتكم ثورة الدنابر الى المرحلة النهائية من المسابقة، اللي هي اختار 10 مبادرات على مستوى الوطن العربي بعد مشاركة 102 مشروع. وذهبنا إلى جامعة الدول العربية في مصر بيوم 5 ديسمبر، يوم العالمي للتطوع، وتم اختيار ثورة الدنابر كأفضل عمل تطوعي في الوطن العربي بالجانب البيئي. وكرمنا من قبل مؤسسة الأمير محمد بن فهد مع إعطاء 10,000 دولار. بعد العودة إلى العراق، طبعا خاطبت الشباب والمتطوعين اللي كانوا معايا، فارتئينا الى انه تكون الجائزه ايضا لاعمال تطوعيه، وبدينا عملنا بها ما يقارب 7 مشاريع، عمليتين جراحيه، جلب كراسي لمرضى اللوكيميا في مستشفى اللوكيميا، واعمار منزلين في المدينه القديمه، وفتح 3 ابواب رزق لشباب في المدينه القديمه، وشراء حتى غرفه للزواج لشاب متعفف ويعمل عامل، وما أعرف يعني يمكن مجوزة إن شاء الله. شكراً، آسف على الفاضي. الله يخليك أستاذ أيوب، هيا متعبنا. شوف الاستثمار بالشباب كيف. أيوب استثمار بالشباب كيف، يعني هذا التشجيع بالفعل كنا كمنظمات إنه نستثمر بهاي الفئة الشبابية، لأنه في طاقة وفي شيء ما موجود عند الفئة الأكبر، هي فيها شيء من ربما نحن قد يمتلكنا اليأس ضعف إلى آخره، لكن هي بضل لسه الحيوية هي نفسها. أنا بس قبل ما أفتح النقاش للي حابب يسأل، أنا بدي أسأل سؤال واحد. حمل كل هاي قبل ما تأخذ الجائزة أديك كلفت؟ تقريبا 30,000 دولار. 30,000 دولار فقط. أنا اللي بيشتغل مع اليو إن ماس، ما بعرف إذا حدا من زملائي اشتغل مع اليو إن ماس، وأنا ما بدي أحط المايك لأنه هون بدي أحكي شيء ما بدي يتسجل. أسجل. نحن أخذنا حوالي أكثر من 400,000 دولار في أحد من مشاريعنا لحملات توعية للمخلفات الحق، تمام؟
مطلوب منك كان في 6 أشهر يصرف المبلغ. 6 أشهر لازم تصرف قديش؟ حوالي 400,000. انتم قادرين قديش المنطقة جدا محصورة. فنحن ايش بدنا نعمل مصاري بالفلوس؟ هي توعية فقط. شو بدنا نعمل؟ نحن بدنا نمسك ونشعل المصاري. شعلها. نحرق المصاري. أنا مع إنه في معايير دولية لازم نكون حاكمة ونشتغل، لكن هي هذا الشغل بتحسه هو الشغل حقيقة هو صح. وحالياً أكو تحرك. فأنا بس حبيت أعطي هاي الملاحظة قبل ما أفتح النقاش للي حابب يسأل. أكيد في بعض منكم حابب يسأل. نبلش بالدكتور هاني. أنا بس في لخصت الكلمة بتاعته في 10 نقط عشان ليه بتأكد الكلام اللي إحنا قلنا فيه قبل كده. هو اللي هو ما داعي. طيب اول حاجه الحل وطني. اوعى تقولوا الحل جاي من امريكا، من بريطانيا، من اي دوله اخرى الى اخره الى اخره. دي نمره واحد. نمره اثنين، حل رخيص 2 دولار. يعني كان كل دمبر كان بياخد قد ايه؟ 50 كيلو. في الوزن طن، يعني ما قارب الطن. طن يعني الطن ب2 دولار. دي نمره اثنين. التمويل المحلي، خدت فلوس من برا يا ابني؟ من برا عراقيين عايشين بالخارج. بس اغلبيه الفلوس منين؟ من الوطن. خد بالك العمال المحليين، فريق العمل المحلي، التمكين المحلي، لان خليت قسموا المشروع لخمس او ثمان احياء وكل فريق عمل متمكن من انه ينفذ المشروع ده في المكان بتاعه. وبعدين عوده النازحين. نتيجه الحتميه لهذا الامر الايجابيه ان مجرد ما الشارع اتفضى النازحين رجعوا، وبعدين بعد كده انتقلوا لمرحله اخرى. دي كان مرحله غير مرتبه، مرحله اخرى بداوا يحفروا ابار عالي السقف، بداوا يودوا مساعدات غذائيه عالي السقف، بداوا يعمروا المنازل عالي السقف. واخبرك فهو بداوا بعد كده يكرموهم على مستوى العالم. نرجع نقول تاني ان الحل ايه؟ وطني. يبقى انا يا جاري اطبخي يا ايه؟ ما تقولوا بقى. يلا خلاص. بس خلاص. بس لخصت البتاعة بتاعة. بس لازم تكمل. ها؟ الله يعطيك العافية. مين حابب يسأل؟ تفضل دكتور. طيب. بس واحد في الخارج بعت لك 100 دولار. كاتب التحليل. جاني من امريكا وجاني من لندن. فكانت بس من قبل المعارف، يعني انه انا صديق ابويا في لندن اتصل بي انه كيف اصل لك المبلغ، قلت له انه قرايبي او صديقي في اربيل، اربيل ممكن توصله، من اتصل اربيل انا باعتبار وصلتني، يعني من اتصل اربيل بطريقه او باخرى اتصل الموصل بدون حواله او حواله اتصل مستلمه. لكن من امريكا امراه معرفه يعني تعرفت عليها عن طريق الحمله وعلى السوشيال ميديا وارسلت المبلغ نفس الطريقه، يعني ما اعرف ما يستخدمون كارد وكذا، نفس الشيء هم اعطوها الرقم تي ار بي ووصل المبلغ. يعني عنده اسئله ايضا. انا حابب اسال انه الرقم وين بتروح فيه؟ كان اكو مرحلتين، المرحله الاولى اللي بالدنبر ممكن يخرجوا فقط لخارج المدينه القديمه مساحات متروكه ونرمي الانقاض، وبعدها بعد ما زادت التبرعات كان نستخدم القلاب، كانت تخرج في خارج المدينه لكن تكلف السفره الواحده ما يقارب ال 20 دولار. فاللي يوم كان عندنا يعني مصاري الترمى في الصحراء مثلا؟ اي هو المكان المخصص من قبل البلديه. يعني انا التقيت في تاجر باحدى الطائرات تلتقي، هو تاجر مخلفات حرب، هو تاجر بيشتري الركام، ما فكرتوا تبيعوا له الركام؟ الركام حاليا يباع، الركام الحديد يباع من قبل الجهات الحكوميه. طبعا احنا كنا بعيدين عن هذه الجانب لانه اول شيء قد نتعرض لسرقة الآثار وإلى ما هنالك من منطقة أثرية، وثاني شيء ما ردنا يعني ندخل بهذا الجانب. كان هناك حتى اتصلوا بها كثير من الدارسين بهذا المجال إنه كيفية استخدام أو إعادة تدوير، لكن ما دخلنا بهذا الجانب لأن حاليا يتم بيعها وسرقتها قبل الجهات، يعني سواء حولتوا إلى مؤسسة منظمة يوم في هذا البلد ولا
مؤسسة تطوع معنا موجودة في العراق كله، ونعمل بيان بشكل رسمي أفضل يعني. لا تتعرض مرة أخرى يعني ما تعرضت له في الجائزة يعني. بالضبط. حاليا احنا في طور يعني تحويل الفرق التطوعيه الى مؤسسات، لكن نعاني حقيقه لان تجربه جديده نشوفها في الموصل، لكن طبعا معنا وصل الى هذا الجانب وحول الفريق الى مؤسسه. تفضل. تحت الانقاض الركاب احيانا بظهر معكم جثامين، ايش بتتصرفوا فيه؟ بالنسبة للمخالفات الحربية يعني العبوات، العبوات أو الجثث كنا نبلغ بها الجهات المختصة. الجثث كانت تظهر بشكل كبير، كنا نخاطب الدفاع المدني ويجي يعني هو اللي يرفعها، والعبوات كذلك مخاطبة الجهات المختصة. ولليوم يعني قد يعني إلى اليوم يوجد يعني جثامين تحت الركام في المدينة القديمة، لكن ما ظهر، اللي ظهر انتهت 100%. بقي المنازل اللي سقطت على أهلها واللي حتى ما يعرفون ويصبهم، لأن كثير من الأهالي بدأوا ينزحون من منزل على منزل، فإذا قتلوا أو توفوا في منزل غير منزلهم يعتبرون مفقودين، وأهلهم إلى الآن ما يعرفون مصيرهم. موضوع الآثار يعني المدن القديمة معروف في الزمان كلها موثقة، إحنا عندنا حلب مثلا شيء مشابه موثقة بالحجر من الآثار، مئذنة الجامع الأموي الآن تجار حلب تجمعوا وسووا مبادرة بس على مستوى تجار، وأيضا رمموا بالحجرة كلها معروف أرقامها معروف كذا. كيف التحدي بالنسبة للآثار أصلا؟ والله هو تحدي كبير، لكن في الموصل الوضع يعني معقد جدا، وهناك تقصير كبير من قبل يعني الحكومة بكل الجوانب، وهذا أحد الجوانب. يعني إحنا نحزن كثير بخسارة كثير من الآثار. حالياً هناك تحركات إنه يأتون إلى بعض المنازل اللي تجاوز الآثار عندنا يمكن بعد ما تتجاوز 100 سنة، فتشوف رغم إنه هو ركام لكن مكتوب ممنوع رفع الأنقاض من قبل الآثار، فهذا كنا نبتعد عنه وما نجيمه. إضافة إلى مثلاً جامع النوري استلمته منظمة اليونسكو بتبرع من الإمارات لإعادة إعمار الجامع، وهناك يعني في المناطق اللي نحس انه هي قريبه من تعرضنا لمساءلات كنا نبتعد عنها. اليوم UNDP عنده مشروع ضخم بالموصل لتمويله مثل ما قالت الدكتوره بملايين الدولارات لرفع الانقاض. تشوف يعني عمال يمكن 20 عامل من شارع من هون اللي هناك، بس مجرد يروح ويجي يروح ويجي يعني. فالمبالغ هائله الموجوده، لكن يعني ما بدي اتحيل، احنا عملنا اللي علينا والباقي يعني كم. الله يعطيك العافيه. ننتقل للمحور الثاني، المدارع المجتمعي.